هل أنت من مربين القطط؟ إذن من المهم جداً أنك تكون على دراية بمرض التهاب الأمعاء المعدي السنوري FIE الذي يسببه فيروس نقص الكريات الدم البيضاء الشامل بانلوكوبينيا FPLV وأيضاً معروف ببارفو القطط FPV والمسمى العام له طاعون القطط. كلها مسميات للقاتل الأخطر والأكثر فتكاً بين القطط الغير مطعمة، حيث أن نسبة النجاة منه دون التطعيم ضئيلة جداً. من الأمراض شديدة العدوى التي تهدد الحياة قاتل بالنسبة 100% إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب. القطط الأكثر عرضة هي القطط التي تتراوح أعمارها بين شهرين وست أشهر. عند الولادة تمتلك القطط أجسام مضادة مأخوذة من حليب الأم تحميهم في الأسابيع القليلة الأولى، لكن بعد 4 أسابيع تبدأ الحماية تقل، وبعد 12 أسبوع من عمرها تصبح القطط الصغيرة غير محمية أبد ضد الفيروس. سمي الفيروس بانلوكوبينيا، واللي يعني نقص خلايا الدم البيضاء في الجسم بسبب قدرته على مهاجمة هذه الخلايا الضرورية لمحاربة العدوى، واللي بدونها الجسم معرض لتكاثر الفيروسات والالتهابات والأمراض، يصيب ويقتل جميع الخلايا البيضاء بما في ذلك الخلايا الموجودة في نخاع العظام والأمعاء والجلد، ويمنع أيضا إنتاج المزيد منها في النخاع. تؤدي إصابة الخلايا في الأمعاء إلى الإسهال ونقص الشهية والقي المستمر، وبالتالي جفاف شديد، وهذه العلامات المميزة الأكثر شيوعا للمرض. وينهار حاجز الأمان بين الأمعاء وبقية الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية. وفي المرحلة المبكرة من المرض قد تجلس القطط المريضة لفترة طويلة أمام طعامها أو وعاء الماء غير قادرة على استهلاك الكثير. قد تحدث الحمى خلال هذه المرحلة. ينتشر الفيروس بشكل كبير ويكون قاتلاً إذا تم تركه دون علاج. مع تقدم المرض تنخفض درجة حرارة الجسم إلى مستويات أقل من المعتاد، وهو علامة على الموت الوشيك. بارفو القطط مختلف عن بارفو الكلاب على الرغم من تشابه الأسماء، إلا أن الفيروسات المسببة مختلفة. الفيروس الأساسي الذي يصيب الكلاب بالبارفو لا يصيب القطط، لذلك لا يمكن القطط الإصابة بالبارفو الكلاب. لكن الدراسات أثبتت أن الكلاب قد تصاب بفيروس مشابه له يسمى فيروس SPV2 أو بارفو 2، له عدة متحورات يمكن أن تصيب القطط. طريقة الانتشار من خلال ملامسة فضلات الحيوان وأفرازات الفم والأنف، أو عن طريق ملامسة أوعيته أو صناديق فضلاته أو سريره أو ألعابه. وبعض الدراسات أثبتت أن القوارض ممكن تنشر المرض ويمكن أن تصاب به من القطط. بارفو الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، لكن قوي بحيث يلتصق بمعظم الأسطح وحتى جلد الإنسان، كما يمكن أن ينتقل من الأم المصابة إلى قطتها الصغيرة أثناء الحمل. قد تجهض القطة في هذه الحالة أو تلد قططا مصابة بتلف في الدماغ، تواجه صعوبة في المشي والتغذية. يغزو الفيروس نخاع العظام والأمعاء في غضون يومين إلى 7 أيام من ملامسة القطط للفيروس. الأعراض يمكن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى أعراض شديدة، وقد تشمل ما يلي: خمول، كآبة، التقيؤ، إسهال.
انتفاخ وألم البطن عند اللمس، الجفاف، فقدان الوزن، شعر خشن، حمى، قلة الشهية، الانهيار في الحالات الشديدة، كدمات في الجلد أو اللثة. ولكن الأخطر من هذا كله هو عدم ظهور أعراض على الإطلاق وموت القطط فجأة بسبب الفيروس. التشخيص والعلاج: يتم التشخيص عبر تحليل خاص بالبارفو. القطط اللي عمرها حوالي 8 أسابيع فرصتها في النجاة مع الرعاية الطبية بتكون أكثر. ليس هناك دواء قاتل للفيروس، لذا سيحتاج القط للعزل لأن مناعته جدا ضعيفة، بالإضافة لعناية طبية مركزة بالأدوية والسوائل. إذا نجا القط حوالي 5 أيام فإن فرصة نجاته من المرض تصبح كبيرة جدا، لأن الجسم يستعيد مناعته. الوقاية: إعطاء التطعيمات الأساسية في عمر 8 أسابيع يقي معظم القطط من البارفو، وقد تصاب القطط المطعمة بالبارفو لكن لا يتمكن منها ولا تظهر أعراض. لا تسمح لخرافة والله قطط البيوت ما تصيبهم البارفو، لا 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 لا، ترى كل الحالات معظمها اللي احنا نشوفها مصابة بالبارفو قطط تعيش في داخل المنزل. مرحلة ما بعد العلاج: يجب مراقبة وفحص جميع القطط التي يمكن انها تعرضت للفيروس. قم بتنظيف وتعقيم الأرضيات والسجاد والأواني وصناديق الفضلات وتبديل الرمل والبطانيات وغيرها. البارفو فيروس قوي جدا وقد يعيش لسنوات في البيئة، ولا يمكن قتله بالمنظفات العادية مثل الكحول، إذن يجب استخدام الكلور. البارفو مرض سيء جدا، يكسر القلب، لكن بالوقاية عبر التطعيم تحميهم من هذا المرض الفتاك.